ولا ريب أن أعظم ما فتن به الناس في زماننا هذا ما تبثه القنوات الفضائية من أنواع الفساد والانحلال الخلقي ودعوة الناس إلى الإفساد، حتى أضحى القوم شبابا وشابات فتيان وفتيات يقلدون الغرب ويحاكونهم في صنيعهم، وغابت الغيرة عن كثير من الرجال، كل ذلك بدعوى الحضارة وبدعوى التشبه وبدعوى التقدم، ونسوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسوا سنته، نسوا سيرته، نسوا ما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فيا أيها المؤمن، ينبغي عليك إن كنت قادرا على أن تنهى عن منكر أو تأمر بمعروف أن تتقي الله جل وعلا فيما بين يديك من أهلك ومن أبنائك وبناتك، وأن تتقي الله جل وعلا في من لك سلطان عليهم، فإن ما تبث هذه القنوات بلا ريب ولا مرية ولا شك إنما هي دعوة لأخذ الناس عن دين الله وعن هديهم، حتى يصبح الناس في الشر سواء وفي الكفر على ملة واحدة وفي الضلال على نهج واحد، أعاذنا الله وإياكم منها. من هذا كله يتضح أيها المؤمنون أن من أعظم القربات وأجل المنجيات محبته صلى الله عليه وسلم عليه، وقد رأيتم ما أصاب المسلمين عندما علموا بخبر وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى عمر وهو المحدث الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر، غلب على أمره وذهل عن عقله، وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. وما ذاك إلا لعظيم محبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعلم يا أخي أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. أخرج جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال أنس: وأنا والله أحب أبا بكر، أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر وعمر، وأحب أبا بكر وعمر. هذا قول أنس. وأنت أيها المؤمن، لا ريب أنك ترى أن الناس اليوم فريقين، منهم من غال غلوا زائدا عن الحد الشرعي في محبته صلى الله عليه وسلم، ومنهم والعياذ بالله من أراد أن يفر من الغلو فلجأ والعياذ بالله إلى الجفاء، فلم يعد محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عاطفة جياشة ولا ذا محبة صادقة، وإن سألته قال: أخاف من الشرك، أخاف من البدع. وكلا الفريقين بلا شك على خطأ. فأما الأولون فربما قادهم الغلو في محبته وتعظيمه وإجلاله صلوات الله وسلامه عليه، ربما قادهم إلى الشرك بالله والخروج من الملة بالكلية. ولذلك الكل يعلم أن البوصيري نظم قصيدة لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في أولها: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو مضى البرق بالظلماء من إضم، فما لعينيك إن قلت اكف فاهمة، وما لقلبك إن قلت استفق يهم. وهذه البردة غالى فيها البصيري رحمه الله وعفى عنه، غالى فيها غلوا غير شرعي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ بالناس الذين نهجوا نهجه ولزموا بدعته أنهم قالوا: لا يجوز قراءة هذه القصيدة إلا ليكون الإنسان متوضئا متطهرا مستقبل القبلة، فجعلوا هذه القصيدة محاكاة للقرآن والعياذ بالله. ثم نشأ أقوام خافوا أن يقعوا في هذا الأمر فجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ذكر أحدهم اسم رسولنا عليه الصلاة والسلام فيردد محمد محمد أو يسمع محمد محمد دون أن يصلي أو يسلم عليه، وربما عاش دهره كله لم يأتي قبره الشريف ليسلم عليه، وربما خاف من البدع أكثر فرفض أن يأتي أهل البقيع فيسلم عليهم، وربما رفض أن يأتي شهداء أحد فيسلم عليهم. ولا ريب أيها المؤمنون أن أهل السنة والجماعة يدورون مع الحق حيث دار، ويلزمونه
ويلزمونه حيث وجد، فإن المؤمن لا يتأثر بالبيئة التي حوله ولا بما يسمع، وإنما يتأثر بقول الحق الذي مصدره ومنهجه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل سلف الأمة الصالح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي البقيع فيسلم على أهله ويستغفر لهم، وكان يأتي شهداء أحد فيسلم عليهم ويستغفر لهم، وكان أصحابه من بعده يأتون قبره الشريف فيسلمون عليه، ويأتون البقيع ويأتون شهداء أحد فيسلمون عليهم تأسيا بفعله صلوات الله وسلامه عليه. فلا يوجد في دين الإسلام شخص إذا مات يموت الدين، وإذا بقي يبقى الدين، ولو كان وجد هذا الشخص لكان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يربي الناس على أن يتعلقوا بزيد أو يتعلقوا بعمر أو يتعلقوا بالعالم الفلاني أو بالداعية الفلاني أو بالأمير الفلاني. الدين دين الله، والهدي هدي الله، والمراد الجنة والخوف من النار. أما الناس فإن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله جل وعلا كيف يشاء. فقد يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله. والسعيد من تعلق بالله وحده ولزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعطي عقله لأحد غيره، لزم الكتاب والسنة ولم يجنح لأي أحد غيرهما، أحب الحق حيث وجد ويكره الباطل حيثما وجد، ويعتذر لأئمة المسلمين وعلمائهم ودعاتهم إذا رأوا أنهم أخطأوا سبيلهم أو حادوا عن المنهج أو ما إلى ذلك مما لا يسلم منه أحد من الخلق. هؤلاء الربانيون المفترض أنه لا هم لهم إلا جنات النعيم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس مثقلا بالمرض، مشتدا عليه الوجع، يشعر بصداع في رأسه، فلما كشف الستر ووجد ثمرة فعله صلى الله عليه وسلم، وجد الصحابة كلهم على قلب واحد يصلون، تبسم صلوات الله وسلامه عليه، نسي المرض الذي أصابه، نسي الآلام التي يعانيها، نسي العناء الذي يجده، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قار العين. فرح الصدر أن أمته من بعده لزمت طريقه المستقيم ولزمت نهجه القويم. وكذلك الدعاة الربانيون والعلماء الصالحون والمصلحون في الأرض ينبغي أن يكون همهم شيء واحد، أن يلزم الناس طريق الهدى، أن يتبع الناس سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي لا تنتظر من أحد حمدا ولا شكورا، لا تنتظر أن يذكرك الناس بلسانهم ولا أن يشيروا إليك ببنانهم، لا تنتظر كلمة مدح ولا شريطا يوزع. أخلص نيتك لله جل وعلا وتقرب إلى الله بالدعوة إليه، واعلم أن الدعوة إلى الله أعظم القربات، وظيفة الأنبياء ومهمة المرسلين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى الله في بيتك، ادعو إلى الله مع زوجتك وأولادك، ادعو إلى الله جل وعلا في مواطن عملك. كن هينا لينا يأخذ الناس منه قولهم، كن هاشا باشا يعلم أن الناس لا يمكن أن يجمعوا على قلب واحد. ولذلك قال الله لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يؤتى إليه صلى الله عليه وسلم بالرجل وقد شرب الخمر فيجلد مرة بعد مرة بعد مرة، ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه لا تعين الشيطان على أخيكم، والله ما علمته إلا محبا لله ورسوله. إذا أراد أن يدعو دعا بأسلوب حسن لين، يردف معاذا خلفه ثم يقول له يا معاذ، ومعاذ أصغر منه سنا وأقل منه درجة، وأين الثرى من الثريا على عظمة معاذ وقدره، ثم يقول له يا معاذ والله إني لا أحبك، فيحلف صلى الله عليه وسلم ولا حاجة مثله أن يحلف، ثم يقول يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أراد أن يدعو إلى الله فليكن هينا لينا يبتسم للمسلمين، ويعلم أنه لا يخلو مؤمن من خطيئة، لو تكاشفتم ما تدفنتم. الرجل العبد الصالح ذو العلم والبصيرة يتبع سبيل الحكمة، يبعد عن طرائق الفتنة. جاءه صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة وهو رابع أربعة في الإسلام أيام أول بعثته صلوات الله وسلامه عليه، فقال من أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال نبي أدعو إلى الله وأحذر من عبادة الأوثان. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم
اذهب إلى ديار قومك، أي لا تعرض نفسك للفتنة. قال اذهب إلى ديار قومك، فإذا سمعت أن الله أظهرني تعال إلي. ولم يبتليه صلى الله عليه وسلم، فقد يقدر العالم على كلمة لا يقدر عليها داعية، ويقدر داعية على كلمة لا يقدر عليها من هو أدنى منه، ويقدر المعلم على كلمة لا يقدر عليها الطالب. ولا يمكن أن يكلف الناس كلهم بالدعوة إلى الله على طريق واحد وعلى كلمة واحدة، لكن المؤمن في قلبه يحترق إذا رأى منكرا، ويحترق إذا رأى معروفا لا يؤمر به. أما ماذا يصنع؟ هذا ينظر الإنسان إلى وضعه، إلى وضعه الاجتماعي، إلى وضعه المكاني، ينظر أي الطرائق أجدى وأنفع للدعوة إلى الله جل وعلا.